انتقدت شركة غاز بروما الروسية مع وزارة الطاقة التركية على إتمام الحصول على جميع التراخيص اللازمة لمشروع السيل التركي في أسرع وقت. وجاء في بيان صدر عن الشركة أنها توصلت مع الجانب التركي إلى اتفاقات حول إتمام الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ مشروع السيل التركي وإتمام المباحثات التجارية حول شروط تصدير الغاز الروسي إلى تركيا. وبحث الجانبان أيضا قضايا التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وأسعار الغاز الروسي المصدر إلى تركيا.